واخلي دي عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ الجلسة بتاع محور الرياضة ومخاطر البيئة في منتدى الدولي البيئي الرابع الذي تنظمه جامعة طنطا. هنقول المنتدى بتاعنا بيضم 15 دولة بواقع 250 بحث، هنناقش فيه 17 محور، محور الرياضة ومخاطر البيئة إحداهم، وهيتم ذلك من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا المحور بتاعنا بيقوم على بحث على أهمية المسؤولية البيئية لأمهات الريف ودور الترويح فيها، وطبعا ده بحث يعتبر أحد المتطلبات الأساسية في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا. أمهات الريف موجودين بنسبة كبيرة في مجتمعنا، المجتمع الريفي بيمثل مساحة كبيرة من المجتمع المصري، الوعي فيه من خلال البرامج الترويحية هيقلل من الإصابة بفيروس كورونا. ودلوقتي صاحبة البحث زينب مسعود هتبدأ تعرض البحث باوربوينت. اتفضلي. اتفضلي يا زينب. الحاجة ما بتحبها. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الصوت واضح؟ نعمل تست الصوت بس. دكتوره هاله سلم عليها قبل ما تبدا الاجتماع. طيب دكتوره هاله، عايزين بس يسلموا لحضرتك قبل ما نبدا الجلسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ هاله عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك حبيبتي، اخبارك ايه؟ على الموضوع ده نورك يا رب ينجح كده ويبقى احلى الله يخليك يا حبيبتي، ان شاء الله بنفسكم معنا باذن الله. الله يخليكي. انا اميره دكتور. مين؟ اميره. ايوه يا امير. ايوه حبيبتي، عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي. اللهم امين يا رب، يكون احلى مؤتمر يا رب. الله يخليك. الله دكتوره هاله، الله يخليك يا حبيبتي، كنت منورانا. الله يخليك يا حبيبتي. هندي فرصة بس لدينا تعرض بحثها ونبدأ نتكلم مع بعض بإذن الله. أهلا وسهلا بكل الحضور. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم في المنتدى الدولي البيئي الرابع لجامعة طنطا. أحب أرحب أولا بجميع أساتذتي وزملائي الباحثين والطلاب المهتمين بالبحث العلمي وشؤون بيئتنا في وطننا الحبيب مصر. أحب أتناقش معاكم في موضوع النهاردة، هو موضوع حيوي وفئة مهمة جدا في مجتمعنا، وهي المرأة الريفية، تحت عنوان برنامج ترويحي لتنمية المسؤولية البيئية لأمهات الريف. أحب أعمل مقدمة بسيطة كده معاكم عن البحث. إن المرأة الريفية ديت تعتبر الخلية الأولى في مجتمعنا الريفي، مما يلزمنا كمجتمع خارجي بالاتجاه نحوها والوقوف بجانبها لكي تصبح عنصرا فعالا في المجتمع. فيجب علينا أن احنا نعمل على زيادة المسؤولية البيئية اللي لديها ورفعها حتى تستطيع أن تواكب المجتمع الخارجي. المسؤولية البيئية، تنمية المسؤولية البيئية أصبحت دلوقتي ضرورة ملحة في عصرنا الحالي، نتيجة للبيئة اللي بتشهده الأيام الفترة الحالية من مشكلات خطيرة على الإنسان، وبتزداد المسؤولية البيئية ديت للفرد حسب تعليمه ومركزه وثقافته. فحيث إن كل ما زاد تعليم الفرد والثقافة بتاعته زادت المسؤولية البيئية لديه. وبما إن المرأة الريفية أغلب السيدات في الريف غير متعلمات، فإحنا عشان كده عملنا البحث ده، لأنها واجبنا ودورنا إحنا كأكاديميين إن إحنا ننظر إلى الفئات المهمشة أو اللي اتحرمت من التعليم، ونقوم بعمل الأبحاث ليها ونلقي الضوء عليها عشان خاطر إن إحنا نستفيد بيهم ويبقوا كوادر
كوادر متميزة. احنا بنقول بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الترويحية للمرأة الريفية، من المعروف إن المرأة في الريف بتقوم بجميع الأعمال المنزلية، من إعداد الطعام وترتيب المنزل وتربية الطيور، كما أنها أحيانا بتخرج للعمل في الزراعة برفقة زوجها أو بدونه. لذلك فإن احنا واجب علينا إن احنا نديها بعض ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية لزيادة السعادة، أو إن هي تعمل عندها تحسين من تحسن من الحالة المزاجية لديها، مما يعينها على المواصلة وفي عملها العظيم الذي يثمر بنتائج هائلة على المجتمع كله. لذلك فإن ممارسة الأنشطة الترويحية للمرأة الريفية له العديد من الفوائد، مثل القضاء على أمراض الشيخوخة وتقدم العمر، إعطاء الجسم المرونة والليونة. تساعد ممارسة الرياضة على تقوية عضلات الحوض، تساعد المرأة المرضعة على نزول اللبن وسرعة التدفق، كما إن الرياضة تعتبر مهمة جدا في بعد فترة انقطاع الحيض، حيث تخفف من الآثار الجسدية اللي تسببها انقطاع الحيض. كمان إن الرياضة بتعمل على زيادة إزالة الاكتئاب والشعور بالسعادة، لأن الرياضة زي ما احنا عارفين تعمل على إفراز بعض الهرمونات الخاصة التي تسبب الإحساس بالسعادة، مثل هرمون الأدرينالين. والرياضة كمان بتعمل على زيادة إفراز الكوليسترول الجيد، وهدم الكوليسترول السيء من الجسم. ومن هنا من خلال ملاحظة الباحثة الشخصية، حيث إنها تقطن في إحدى القرى الريفية، لاحظت تدني المستوى التعليمي للمرأة الريفية وكثرة الأعباء والمسؤوليات على عاتقها، وإهمالها لبعض النواحي كالاهتمام بالنظافة المحيطة بها والقيام ببعض السلوكيات السلبية في تربية الدواجن أو التعامل مع البيئة المحيطة نتيجة لضعف المستوى التعليمي لديها. وكمان أثبتت الأبحاث الدور الحيوي التي تقوم به الأبحاث العربية والأجنبية، الدور الحيوي التي تقوم به الأنشطة في إشباع الحاجات المختلفة. ومن هنا ظهرت أهمية البحث في إن الاهتمام بالبيئة أصبح مطلب ملح في الدول المتقدمة والنامية على الحد سواء، والتي تعاني من المشكلات البيئية وغيرها. كمان إن تسهم يمكن أن يسهم هذا البحث في زيادة وعي أمهات الريف بالمحافظة على البيئة والمحيطة بهم، وأهمية المحافظة على مصادر البيئة المختلفة. وقد تفيد هذه الدراسة في الجانب المعرفي والنظري لخدمة الجماعة في مجتمع حيوي يحام، وهو مجتمع مجال البيئة والتربية البيئية فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية وكيفية المحافظة عليها. قد ومن هنا ظهر هدف البحث، وهو تنمية المسؤولية البيئية المتمثل في المعرفة البيئية والاتجاه نحو البيئة والممارسات البيئية لدى أمهات الريف من خلال البرنامج الترويحي المقترح. ووضعت الباحثة فرض وعملت على تحقيقه من خلال البرنامج الترويحي، وهو أنه أثبتت نتيجة التجربة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي في تنمية المسؤولية البيئية لدى أمهات الريف لصالح القياس البعدي. وقد قامت الباحثة بإجراءات المستخدمة في البحث باستخدام التصميم التجريبي كعمل برنامج تجريبي على أمهات الريف بإحدى قرى محافظة الغربية وهي قرية مانيا لفايشات التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، وبلغ عددهم 400 سيدة أمية تعاني من الأمية التعليمية، وذلك طبقا لمركز الإحصاء والتعبئة المركزية بمحافظة الغربية لعام 2018. تم اختيار أعمارهم ما بين 35 و 45 سنة. وقد قامت الباحثة باختيار التجانس ما بين السيدات التي تعاني من الأمية التعليمية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لديهم متوسط. وقد استخدمت الباحثة مقياس المسؤولية البيئية وقامت بإعداده، كما قامت الباحثة بعمل البرنامج الترويحي المقترح. وتوصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات، وهي تأثير البرنامج الترويحي في النسب المئوية لأبعاد المسؤولية البيئية لأمهات الريف، حيث حققت الاتجاه نحو البيئة 56 علامة 3 653 من 100%، وكان أعلى نسبة في محور الاتجاه نحو البيئة، حيث بين دلالات مرتفعة. كما تبينت الباحثة إلى ارتفاع مستوى حجم تأثير البرنامج الترويحي بنسبة تحسن قدرها 55 علامة 401%، وأن البرنامج الترويحي ذو فعالية في تنمية المسؤولية البيئية لأمهات الريف.
وقد توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات نتيجة البرنامج التجريبي أنه أن ضرورة استخدام البرنامج الترويحي المقترح لتنمية المسؤولية البيئية لأمهات الريف من خلال الأنشطة الترويحية التي تعطي المعلومات والسلوكيات البيئية السليمة. الأنشطة الترويحية تنمي المعرفة البيئية والاتجاه نحو البيئة والممارسات البيئية من خلال الأنشطة الترويحية المحببة للفتاة والمرأة. ضرورة التركيز على استخدام البرامج الترويحية في تنمية المسؤولية البيئية للفتاة والمرأة الريفية، لأن الأنشطة الترويحية يمكن أن تتناول القضايا البيئية والمحلية والعالمية بأسلوب شيق لدى الفتاة والمرأة. ضرورة التركيز على استخدام البرنامج الترويحي في تنمية المسؤولية البيئية للتنمية المستدامة في وسائل الإعلام المختلفة. أنا كده خلصت عرض مختصر للبحث بتاعي، لو في أي حد من أساتذتي أو زملائي يحبوا يشاركوني في أي معلومة أو يوضحوا لي أي شيء. شكرا، مع حضرتك. هنبدأ دلوقتي بإذن الله. للي عايز يناقش الباحثة في أي حاجة أو يدلي بدلو لمدة 3 دقايق، أهلا وسهلا لزمايلنا اللي موجودين معانا. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. أنا مع حضرتك دكتورة رويدة جابر، قسم اللغة الإنجليزية. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك، هو الحقيقه انا طبعا بحب اشكر الدكتوره اللي تفضلت بعرض بحثها، وهو في يعني موضوع شيق ومهم، بس انا ليا يعني استيضاح بسيط. حضرتك قالت انه مساعده المراه الريفيه لزوجها في الاعمال، خصوصا في يعني الزراعيه. في الاعمال الزراعيه، ايوه، وما يتعلق ما يرتبط بالاشغال المرتبطه بالحقل، ان ده مفيد جدا. طيب هل عممت طبعا الموضوع؟ انا طبعا لان انا برضو من يعني اسكن في الريف، عايشه يعني عارفه، بشوف صور من مناظر حياتهم الطبيعيه ده. هل حضرتها مش شايفه انه اعمال ليا بس كافيه يعني كفايه، ولا لازم برضو تشارك في ده وفي ده الاثنين مع بعض؟ هو احنا بنتكلم عن الوضع الراهن دلوقتي، الست في الريف ما بتقومش بالاعمال المنزليه بس، الغالبيه العظمى بتقوم بالاعمال المنزليه وبتساعد زوجها في الاعمال الزراعيه وبتخرج بره المنزل. المسؤوليه البيئيه مش هتبقى جوه البيت بس، هي جوه البيت في انها بتربي النشء بتاعها وبتراعي عوامل النظافه، عوامل التطهير، التعقيم، السلوكيات الصحيه السليمه، وبرضه بره، لان مثلا بيبقى في عادات خاطئه مرتبطه بالريف في الخارج، زي مثلا رمي الطيور الميته في رمي القمامه على رؤوس الترع، غسل الاواني في اماكن غير مخصصه ليها، استخدام الميه اللي غير صالحه للشرب في غسل الاواني، كل دي عادات خاطئه. فما بتروح الغيط زي ما بنقول لممارسه اعمال الزراعه، ممكن برضو بتمارس غسل الاواني بتاع الطعام في الميه اللي غير صالحه، بتملى ميه الشرب من المكان اللي متاح ليها، كل دي عادات بتاثر على البيئه بالسلب. فاحنا لو عملنا وعي للام الريفيه دي، هي بتدي بره وعي وبتدي جوه وعي، لان هي بتدي جوه وعي من خلال تربيه الاطفال، وبتدي بره وعي من خلال سلوكياتها اللي بتبقى قاعده لاولادها او للمصاحبين ليها او المحيطين ليها. طبعا حضرتك يعني متفقه معايا انه الموضوع ده او طرق تقديم الوعي ده للست للمراه الريفيه محتاجه تطوير، لانه احنا دلوقتي بنلاحظ ان الرقعه الزراعيه تقلصت قوي في الريف، وقل عدد قوي يعني الممارسين لمهنه الزراعه في الريف، سواء بقى من الذكور او من الاناث، فبالتالي محتاج ان احنا نستخدم طرق غير تقليديه في التوعيه، ولا حضرتك شايفه وده ايه؟ صح، وده اللي احنا عشان كده احنا بنستخدم في التوعيه البرنامج الترويحي. كنا الاول التوعيه بتبقى من خلال بعض البرامج في التلفزيون او المطويات او الندوات، دلوقتي لا، بنستخدم الترويح. هي ما بتعملش ترويح وما بتخرجش، بيبقى عندها ضغوط، فمن خلال الترويح بنبدا نقدم لها الوعي ده ضمني. شكرا جدا لحضرتك. العفو يا حبيبتي، اشكر حضرتك. ودلوقتي ان شاء الله هبدا القي توصيات المحور الخاص بينا عن إبراز أهمية النشاط الرياضي والبيئة في حياة جميع فئات المجتمع، ضرورة إكساب المهارات والقدرات الحركية التي تستند إلى قواعد الممارسة الصحية السليمة، استحداث ممثل ما
مسؤول عن الرياضة قادر على نشر رسالة الحفاظ على البيئة وتنميتها واستدامتها، إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة الأبحاث العلمية والتي تمت لمجال الرياضة والبيئة بالاستفادة من نتائجها وتوصياتها وتنفيذها على أرض الواقع، إشراك الشباب في دوائر صنع القرار الرياضي لكي يكون الحفاظ على البيئة هدف رئيسي أثناء التخطيط بأفكار جديدة، تنمية الوعي للحفاظ على البيئة من خلال منصات الإعلام الرياضي المختلفة، استغلال الأحداث الرياضية الكبرى لتسليط الضوء على طريقة إدارة البيئة التي نعيش فيها والوصول إلى أقصى استدامة بيئية، نشر الوعي بممارسة الرياضة في بيئات مناسبة بعيدة عن التلوث، استحداث مناهج دراسية ملائمة لجميع المراحل التعليمية تبث فكرة الرياضة التي تسعى للاستدامة البيئية الدائمة. وطبعا يعني أنا عايزة أقول من خلال منتدانا البيئي الرابع العالمي إن وفي ظل ظروف جائحة كورونا ضروري 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 كل واحد فينا يبدأ يشوف إزاي يحافظ على البيئة سواء داخل المنزل أو خارجه، ويلتزم بالسلوكيات البيئية الصحيحة مما يحافظ على موارد البيئة ويحافظ على صحة الأفراد وبالتالي صحة المجتمع. وشكرا، وهنتنقل بعد كده لأبحاث الخاصة بكلية الآداب. وشكرا. شكرا فندم، مش عارف انا ميوت ازاي. كده شغال؟ ثانك يو سو ماتش، اهلا وسهلا بحضراتكم. المفروض ان احنا معانا دلوقتي بحث الدكتور ولاء عراقيب، لو جاهز يتفضل. استاذنا الدكتور ولاء من كلية الحقوق. دكتور ولاء، طيب هنبدأ ببحث الدكتورة فاطمة نصر، أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب. والبحث بتاع الدكتورة فاطمة، ثواني، اللي هو الأولاني ده. أبدأ دكتور؟ لا مش ده، ثواني يا دكتور، لا مش ده، ثواني حد تحت بس أمر ما نحضر الفايل، معلش. مش تحت أمر حضرتك شكرا. مفيش مشكلة. لازم تقفل التاني. ايوه تمام، اتفضل يا دكتوره فاطمه، اتفضل، اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في منتهى ده بالتعاون مع فيك بتقدم بالشكر لكل إدارة جامعة طنطا، السيد رئيس الجامعة وكل المشاركين في المؤتمر. البحث بتاعي سيتناول بتحليل آثار الإبادة البيئية عبر رواية الأفيون والعصا للكاتب الجزائري موجود عماري. الرواية مكتوبة بالفرنسية تراس دان إيكوسيد دان لو بيوم اي لو باتون دو مولود ماموري. Les tourments qui agitent l'Algérie pour témoigner de l'époque, l'opium et le bâton relatent une partie de l'histoire algérienne. À cet égard, à travers la mise en scène de la guerre, le roman représente une partie face à son destin. Frustration imposée, humiliation, destruction, martyre. Le roman a également accordé une grande attention au problème de l'environnement dans les régions touchées par la guerre, la destruction de la nature, surtout aux régions berbères, y garde une place primordiale. Le roman questionne la mémoire de la guerre avec un ton calme, poétique et sur plusieurs facettes. في الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية تحمل في طياتها ثورة عارمة على جميع الأصعدة ضد مستعمر حاول طمس معالم الهوية الوطنية من لغة وتاريخ ودين. عرضت الرواية محل البحث بأسلوب شاعري هادئ، موضوعات لم يوجد لها مسمى في حينها مثل ليكوسيد الإبادة البيئية
على وزن جينوسيد إبادة البشر، الحفاظ على البيئة بغزير ذي الانفيرونمون حتى في أثناء الحروب والمنازعات العسكرية. أحداث الرواية وشخصياتها مستوحاة من الثقافة العربية والأمازيغية، مما يعني أن إحساس الكاتب بانتمائه العميق لهذا الكيان بعيداً كل البعد عن الكيان الفرنسي، حيث تعلم وأتقن لغته ليعبر بها عن مأساة وطنه، فهي شهادة ضد فرنسا التي ادعت أن الجزائر جزءاً منها وتدعي أنها بلد حقوق الإنسان. ومن تدعي اليوم الحفاظ على البيئة دون أن تتطهر من خطايا ماضيها الاستعماري؟ ألف مولود عامري رواياته متزامنة في علم أحداث التحرير لتسير في خط مستقيم يروي تاريخ الجزائر وجرائم فرنسا ضد هذا البلد شعبا وطبيعة، بداية من فترة ما بين الحربين العالميتين وأثناء الحرب العالمية الثانية وفيما بعدها، وكيف عانى الشعب الجزائري من القمع والحرمان والتخلف. ذلك في خلال الرواية الأولى لكولين أوبيي الهضبة المنسية. أما الرواية الثانية سبات العادل لسومي دي جوست التي تصور لنا الصراع الحضاري الذي عاناه الشباب الجزائري المتخرج من المدارس الفرنسية، صراع قوي ينفجر في الرواية الثالثة محل البحث الأفيون والعصا لوبيوم إليباتون، مع أحداث ثورة التحرير الكبرى بمآسيها ومآثرها وانتصاراتها وبطولات أبنائها ومعاناتهم في قرية طلا التي يمكن اعتبارها رمز لكل الجزائر. كيف تم حرق الحقول وقطع أشجار الزيتون لاحتمال اختفاء الثوار بها؟ كيف تم تدمير منازل أهل الثوار وتسميم آبار المياه؟ حتى كلاب القرية لم تسلم، تم قتلها في مشاهد بشعة لأنها تعوي وتنبه الثوار عن مجيء قوات الاحتلال. تنتهي الرواية على قصف القرية بالمدافع الفرنسية الحديثة وإزالتها من على الخريطة. تشكل القرية طبيعة وأشخاصا البطل الحقيقي للرواية جنبا إلى جنب مع عائلة الأخضار. إشكالية تحطيم البيئة والهوية واللغة والوطن من أهم القضايا التي طرحها الكاتب في هذه الرواية، فجمع سلسلة من التناقضات التي ساهمت في يقظة المثقف الجزائري خريج المدارس الفرنسية في تلك الفترة ووعيه الكبير بمأساة بلده، ليقرر الكفاح والتضحية من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تعرض كثير من المثقفين الجزائريين للقمع والسجن والقتل، ولقد رأينا في الرواية كيف انتقل الطبيب بشير الأزرق من العاصمة حيث الاستقرار والعيشة الهادئة إلى قريته، لا لشيء إلا ليشارك بطريقته وبفلسفته وفي تخصصه وفي معالجة جرحى الكفاح. وكيف استشهد في المقابل أخاه الأصغر عمر الأخضر الذي انخرط في العمل العسكري ضد الجيش الفرنسي. تعبر الرواية الجزائرية الفرنسية اللغة من أسمى رموز النضال الوطني الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، ما يؤكد وطنيتها وينفي عنها الانتماء للأدب والثقافة الفرنسية. فقد استطاع الكاتب في هذه الرواية أن يعبر عن قضية وطنه بلغة العدو لينقلها للعالم أجمع وإلى الضفة الأخرى من المتوسط التي لا تريد الاعتراف بحقوق الجزائريين وشرعية مطالبتهم بالاعتذار عن جرائم فرنسا ضد البيئة في الجزائر والمساهمة في إزالة آثارها التي قد تمتد إلى الآن. استطاع الكاتب في هذه الرواية أن يصور المجتمع القبائلي كجزء من المجتمع الجزائري بكل خصائصه الاجتماعية ومميزاته الثقافية وتاريخه وتقاليده، وقبل كل ذلك الطبيعة بكل جمالها جغرافيا ونباتيا وحيوانيا. حتى الطيور وجدت مكانا لها في تلك الرواية، وكيف دمر المستعمر كل ذلك حتى المحاصيل صادرها لإطعام الجيش الفرنسي والمستوطنين. تصور الرواية في مشاهد قاسية جوع الأطفال رمز مستقبل الجزائر وبراءتها.
تعد الرواية الجزائرية الفرنسية في اللغة من أجمل ما كتب في تلك الفترة، في دنياها الدرامية وأحداثها الواقعية، يمكن اعتبارها ضمن الأدب الجزائري الرفيع. إضافة لذلك، فهي تمثل لونا جديدا من ألوان الكتابة في الأدب الفرنسي، ما يضفي عليه الخصوصية ويميزه عن باقي الآداب الأخرى، فهي ثلاثية اللغة أمازيغية عربية فرنسية، وصارت من أهم روافد الأدبين الفرنسي والجزائري. يعتبر إتقان اللغة الفرنسية إثراءً ثقافياً وكسباً لغوياً جديداً للمجتمع الجزائري، في ظل التعارف المعرفي والثراء اللغوي والتلاقي الثقافي بين العالم. فنستطيع أن نكشف، نؤرخ حتى يومنا هذا في القرن 21 عن جرائم تظن فرنسا أنها قد وقعت في طي النسيان. للكونكلور، للختام، si le colonialisme utilise l'opium pour endormir les peuples colonisés, les jeunes doivent tenir le bâton pour chasser, pour soutenir la liberté de leur pays et pour le reconstruire. La fin du roman est très optimiste en prévoyant l'avenir basé sur la culture algérienne dans toute sa diversité. في الختام، يمكننا القول أنه إذا استخدم المستعمر الأفيون لإخماد ثورة الشعوب المحتلة، فيجب على شباب تلك الشعوب أن يتمسك بالعصا لطرد المستعمر والبحث عن الحرية ثم إعادة بناء الوطن. نهاية الرواية متفائلة جدا وتكشف عن مستقبل مشرق يعتمد على الثقافة الجزائرية بكل أطيافها، في مشهد صعود أهل القرية المدمرة إلى الجبل للالتحاق بالثوار. فبالأمل يمكن أن نتجاوز كل الصعاب، ولكن بشرط أن تبقى الأرض التي تحتوينا، بيتنا، الأرض محافظين عليها جميعا. أشكركم وأشكر اهتمامكم وكل الأمنيات الطيبة للبيئة بكل أطياف. Thank you so much, Professor Fatma, for a very enjoyable and scholarly presentation. استمتعنا بها وكانت ممتازة ومستوفية لكل يعني من ناحية الوقت، من ناحية التركيز، ومن ناحية التركيز كمان على الموضوع الرئيسي بتاع المؤتمر. بشكر حضرتك وبدعو الزملاء الأفاضل الحضور للمداخلة مع أستاذتنا الدكتورة فاطمة. لو في سؤال تفضل. تحت عمركم في أي أسئلة. تفضلوا لو في أي سؤال. دكتورة رويدة، دكتورة مروة، صباح الخير دكتور عبد الجواد. دكتورة هلا، اهلا وسهلا دكتور رويد، اهلا بك. اهلا بحضرتك. كيف انا الحقيقه عرض دكتوره فاطمه عرض شيق وممتع، يعني الحقيقه جدا جدا الحقيقه. شكرا دكتوره رويده. شكرا حضرتك دكتوره فاطمه، وسعيده بالتواصل مع سيادتك. وانا كمان، وانا كمان سعيده بالشباب الجميل بتاع قسم اللغه الانجليزيه. اي اسئله انا ممكن اوضح، لاني انا اختصرت جدا عن البرزنتيشن اللي موجود مع دكتور عبد الجواد احتراما للوقت. انا بشكر حضرتك جزيلا على الالتزام بالوقت، فعلا احنا محتاجينه عشان نكفي بقيه البرزنتيشن في الوقت المطلوب. شكرا يا فندم. اي استفسار من الساده الحضور؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. معاك الدكتور احمد محمود، دكتور في القانون الجنائي. يا مرحبا دكتور احمد، اهلا وسهلا. عايز اسال الدكتوره بس بالنسبه لتعبير الاباده البيئيه، بالتالي هذا التعبير يعني مش متفق قوي مع المحافظه على البيئه، كلمه الاباده البيئيه، لان ما فيش احد يستطيع ان يبيد البيئه. البيئه اصلا متجدده بالزرع، بخروج الاكسجين من النبات، لكن الاباده البيئيه دي بالتالي يعني مش ما تمشيش قوي يعني. ارجو مزيد من الايضاح يعني لهذا التعبير. شكرا. الشكر. المقصود بالإبادة البيئية دكتور هي جرائم التي ارتكبتها فرنسا أثناء احتلالها للجزائر، وخاصة في سنوات حرب التحرير. فقد أباحت فرنسا لنفسها
أن تدمر كما تقول سيادتك كل مظاهر البيئة، ولذلك استخدمت هذا النيولوجيزم، هذا اللفظ الجديد اللي هو إيكوسيد على وزن جينوسيد. لقد ارتكبت فرنسا والجزائر كثير من الجينوسيد، يقال أنها بلد المليون شهيد، وتم إخفال كيف فرنسا قطعت ما لا يزيد عن مليون شجر الزيتون. وحضرتك تعرف أن شجر الزيتون بياخد وقت كبير جدا حتى يثمر، وهو عماد المنطقة. فأنا أعلم تماما أن الطبيعة تجدد نفسها بنفسها لولا تدخل الإنسان. فتدخل الإنسان عن طريق تدخل فرنسا بإبادة الطبيعة في الجزائر لتحطيم الثورة هو ما قصدته بكلمة إيكوسيد أو الإبادة البيئية. شكرا. شكرا دكتور أحمد الكشوك. لو في أي دكتور ثاني من أستاذ الحضور تفضلوا. طيب thank you so much Professor فاطمة ناس، وبالتوفيق إن شاء الله في مرات قادمة. أتمنى أن أتواصل معكم في بقية نحن على رأسنا، تشرفينا فندم. إضافة قوية للمؤتمر بتاعنا. أستأذنكم أبدأ بالبرزنتيشن بتاعتي. تمام. البرزنتيشن ان انجلش طبعا، واسمها The Ecocritical Poetical Space in Egypt خاصة in the literature for children. وكتبت القصص بتاعت والأشعار بتاعت المؤلف المصري للأطفال عبد التواب يوسف نموذجا تداعيات المكان وعلاقتها بالبيئة في أدب الأطفال عند عبد التواب يوسف. أوكي. دي المحاور بتاعت البرزنتيشن بتاعتي، وهي نفسها الأساس بتاع المحور. حاولت ألتزم في البحث بتاعي بأهداف المحور، إن إحنا بناخد النقد البيئي أو إيكو كريتيسيزم أو إنفايرونمنتال كريتيسيزم أو جرين كريتيسيزم كمدخل لدراسة النصوص التي تعالج البيئة من نواحي مختلفة، تعميق وعي وإدراك القراء تجاه المشكلات البيئية المريحة وطرق علاجها، مثل الحديث عن مسؤولياتهم تجاه التلوث البيئي والتصحر والاعتداء على المظاهر المختلفة للبيئة مثل البحار والأنهار والنباتات والحيوانات والأراضي الزراعية، ومدى استطاعة الكاتب إيصال هذه الرسائل الإيكولوجية من خلال نماذج وقوالب فنية زي القصة القصيرة والمقصوصة وغيره، مع الدمج والمزج ما بين منجزات العلم والمعاصر ومقتضيات الواقع ومشكلاته. يبقى إذا النقد البيئي بيشتبك تماما مع المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الإنسان في العصر الحديث، وده الهدف الأسمى، إن الأدب يكون له إطلالة على مشكلات الواقع المعاصر ويساهم في حلها. إن لم يتم في حلها فهو بينمي وعي القراء بها بحيث يدفعهم إلى التعامل الأمثل مع البيئة. أركز كمان على المكان في البحث بتاعي، إزاي الكاتب كان مهتم جدا بأنه يظهر إمكانيات المكان، لأن المكان هو جزء لا يتجزأ من إلا مكان بالمانيفستيشن والمظاهر المختلفة بتاعته. فالمكان نظرية كبيرة جدا اسمها جيوكريتيسيزم، على رأسها كاتب اسمه للفور وويستفال وسوجا. مش مجال دلوقتي احنا نخش في نظريه الجيوكريتيسيزم، بس هي نظريه بتعلي من شان المكان كقيمه كبرى في فهم العمل الادبي. اذا ضبطنا العلاقه ما بين المكان وما بين الشخصيات والقصه والبلوت وكل عناصر الروايه او كل عناصر العمل الادبي، سنجد ان المكان انفلتريت أو بيتغلغل في كل ما مناحي القصة وكل نتيج القصة من البداية للنهاية. فبالتالي يقدر الكاتب وتقدر جماهير القراء إن هي تستقي الرسالة اللي عايز يوصلها. أنا عايز أوصل رسالة عن أهمية الحفاظ على البيئة وأهمية التعامل الأمثل مع مشكلات البيئة الناجمة من
العصر الحديث وامراض العصر الحديث ومشاكله، فاعمل ده ازاي؟ هيئ بيئه فنيه صالحه لهذا، والبيئه الفنيه الصالحه لده هو المكان في اعمال عبد التواب يوسف. تمام. فده الكاتب اللي اسمه هنري روكو. برحب بالدكتور خالد الصفراني. اللي فوق بنقول له subverts the traditional tendency in modern fiction. اوكي، as I said، يعني مش هنقعد كتير عند زي سيد، هي دي نظرية. عايزين نخش بقى على الأعمال بتاعت عبد التواب يوسف عشان نعرف هو عمل الكلام ده إزاي. إذن أدب الأطفال بصفة عامة، الكلام عن environmental criticism، تحديدا نظرية النقد الجغرافي أو النقد المكاني. تمام. طبعا أدب الأطفال أصلا من ضمن الأساسيات بتاعته إنه didactic، it has a didactical nature، يعني تلقيني، يعني هو الهدف منه إنه يقدم رسالة، يوصل رسالة للجمهور القراء، وجمهور القراء هنا طبعا هو الأطفال. في قصة اسمها The Poem، قصة كتبها عبد التواب يوسف، من خلالها بيتكلم فيها عن a cow that is there in the house to give milk and mother asks the child to observe the cow to see how much milk it produces every day. The more milk the camel produces per day, the more moral reinforcement the mother provides her son. يعني كل ما تنتج من حليب، عفوا التجمع البتاع دي، اوكي، كل ما يبقى فيه نوع من الدعم المعنوي والروحي والتشجيع بتقدمه الام لابنها، وكذلك الحال لما يبقى كميه الملك اقل بتبقى زعلانه منه وهكذا. بس ايه اللي بيحصل بقى في القصه بعد كده؟ guest from another tribe visit one day، بيجي لهم ضيوف، فبتضطر الام ان هي تذبح، طبعا هي قصه من التراث العربي القديم، تذبح البقره الصغيره ديت عشان تقدمها كما يتفق مع الكرم العربي الطائي. ف ايه اللي بيحصل بقى عشان نحل المشكله ديت والازمه دهيت؟ انه the poem، العنوان بتاع القصه، الطفل بيبتدي يالف بعض الاغاني وبعض القصائد اللي بتتحدث عن هذا الحدث المأساوي بتاع ذبح البقره، لانه ايه اللي بيحصل بقى؟ انه هي ذبحتها عشان ناس جايه من قبيله ثانيه، من مكان ثاني، عشان تقدم لهم كرم الضيافه. فالقبيله دي بتغير على القبيله اللي منها الولد ومامته والبقره، وبيحتلوه وبيطلعوا هم للدايسبورا بره خالص، بيهجروا. فيعمل ايه عشان يرجع ثاني وعشان يعزز الناحيه الوطنيه عند ونحه الانتماء عند بني جلدته؟ يبتدي يغني قصائد ويألفها ويربطها ب the slaughtered cow، والناس تبتدي تحس بالنوستالجيا وبالحنين إلى القبيلة الأولانية. فبالتالي بيعمل نوع من التصالح مرة تانية، والهارموني مرة تانية ما بين المكان، سواء المكان اللي هم نوكوا إليه أو المكان اللي عايزين يرجعوه مرة تانية، وبين البيئة بصفة عامة. فالناس بتتشجع وبتسمع الأغاني دي وبتبتدي تحن مرة تانية إلى نفس القبيلة الأصلية وإلى نفس المكان، وبيرجعوا وبيتصالحوا مع بعض وبيتضافروا مع بعض من أجل طرد المستعمر. يبقى إذن الكاتب عمل مزيج رائع ما بين إمكانيات المكان وما بين القضايا البيئية المختلفة، إن ممكن جدا نحافظ على الحيوان بقدر الإمكان في مقابل انه ما يحصلش هذا النوع من التراجيك ترانسفورميشن، هذا التحول المأساوي في مجريات الاحداث. عشان اكون كريم، اضطر ان انا اجور على مظهر من مظاهر البيئه، الا وهو الحيوان.
في قصه ثانيه اسمها ذا بيجن كاو، ممكن نسميها البقره الزاجله، بيجن يعني حمام اصلا او حمام زاجل، فبيجن كاو البقره الزاجله، عباره عن شيخ مشهور في القبيله بتاعته بانه عنده بقره بتدير قدر كبير جدا من اللبن، وهو بيسيبها في الحقل بتاعه ترعى، وحتى بيسيبها تروح لوحدها. هي طبعا الموضوع حضراتكم لما بتسمعوه دلوقتي بتحس انه بسيط، بس لازم نعي ان ده اداب اطفال، هو بيقدم الكلام ده للاطفال عشان يوصل فكره معينه باسلوب بسيط جدا ومن خلال حوار وقصه دراميتين. فجاه بيجي له زوار وهما بيعزمهم على الغداء برضو زي القصه اللي فاتت، بس هما بيصروا على حاجه انه ما يبعتش كلمه، ما يبعتش رساله لزوجته ولا يقول لها ان في ضيوف جايين عشان ما تكلفش نفسها، زي ما بيحصل عندنا في المجتمعات بتاعتنا. فيقول لهم خلاص تحت امركم، وبيسيب البقره تروح زي كل يوم لوحدها. بس لما بيروحوا البيت كلهم بيتفاجئوا ان في وليمه عظيمه الزوجه عدتها لاستقبال الضيوف. فهم قبل ما ياكلوا قالوا لازم نعرف السر ده، واحنا قلنا لك واشترطنا عليك ان انت ما تعملش كده، فما تبعتش رساله لزوجتك. ايه اللي حصل؟ اكيد انت بلغتها. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بعت رساله صغيره او كتب على ديل البقره ان عنده ضيوف، اعمل حسابك هنيجي على الغدا. دلوقتي ما حدش خد باله الا الزوجه، فارتباط المكان كله الحقل مع البيت مع بعض مظاهر الطبيعه زي ذا بيجن كاو بيقدم رساله مره ثانيه جميله للاطفال. مجموعه من القصص الاخرى بعنوان What If، What If I Were، يعني ماذا لو كنت فراشة، ماذا لو كنت سمكة، ماذا لو كنت بحرا. برضو تنويع على السين بتاع المكان عشان يعرض الأطفال لأماكن مختلفة وإلى موضوعات مختلفة وإلى مظاهر طبيعية مختلفة، سواء أنهار أو بحار أو محيطات أو جبال أو نباتات. وبيخلي الطفل هو بنفسه يحط نفسه مكان، ولاحظ كلمة مكان، مكان الفراشة، مكان السمكة، مكان البحر، مكان السفينة على سبيل المثال، ويسيب بقى يطلق العنان لخيال الطفل عشان يتخيل وعشان يقول لنا هو هيعمل ايه من اجل الحفاظ على الطبيعة. تمام. فمثلا واحد بيتخيل نفسه، احد الاطفال بيتخيل نفسه بحر. افرض في اغنيه جميله، افرض كان خلقك سمك. Do you understand؟ ايه اللي هيحصل؟ What if I were a sea؟ He implores his mother to help him to turn into a sea. ونقرا الكلام الجميل جدا اللي هو بيقوله الطفل. طبعا عبد التواب يوسف بيقول الكلام ده على لسان الطفل. انا بعد الكوتيشن ده هختم وهنتكلم شويه عن ما يمكن ان نستوعبه ونستخلصه من مثل هذه القصص. هل الكلام ده مجرد خيال وقصص وحواديت وخلاص ولا ايه بالضبط؟ نقرا كلام الطفل اللي هو المطلوب كلام الكاتب والرساله اللي الكاتب وصلها على لسان الطفل. On there any seas that have been contaminated by man? Don't we have seas which suffer from the presence of petty snakes which are detrimental to the organism? Don't we have seas in which we drop refuse of factories and industries, and this is constantly thrown so that such things have turned into very large dustbins? Does this make Allah pleased with us? And is this the reward of the sea which yields turds and fish for us and serves as a wonderful means of transportation? يعني يبدو الكلام على انه حوار طبيعي على لسان الطفل وهو بيكلم مامته، وعلى اعتبار انه هو بحر، فبيقول انا بحر اتمتع بامكانيات كثيره جدا، اقلها ان في لآلئ وفي جواهر طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى اودعها فيا، بالاضافه الى الاسماك والى الامور الثانيه زائد المياه والامواج والحاجات دي كلها. فليه احنا نحول الرساله الرئيسيه بتاعت البحر كمكان رئيسي الى نقدر نقول كده ايه، مكان تلقى فيه القمامه البشريه من مخلفات المصانع ومن مخلفات السفن والبترول والبيوت الفاسده وهكذا؟ بشكل غير مباشر الطفل
وما بين قوسين عبد التواب يوسف وادب الاطفال نطلع بره شويه، والنقد المكاني. كل ده بيتكلم عن كيفيه معالجه بعض القضايا البيئيه مثل التلوث البيئي على سبيل المثال، ومثل تنميه وعي الاطفال وتنميه وعي الجمهور بصفه عامه من خلال قصص متنوعه ممتعه تتمتع بكل عناصر العمل الادبي، وتوجه الرساله بتاعتها بشكل غير مباشر، لان هدف الادب الرئيسي هو ايصال رساله مع الامتاع teaching and delighting. فانا عمري ما هوصل رساله ممتعه الا بشكل غير مباشر كما يحدث في ادب الاطفال، والا يتحول الادب او الكلام عن البيئه الى كلام علمي او كلام بروز، كلام نثري مثل ما يحدث في فروع المعرفه المختلفه، فروع المعرفه الاخرى المختلفه مثل العلم فور اكزامبل، اللي ومثل الابحاث الاخرى التي تم عرضها في هذا المنتدى الجميل. فدي رساله الكاتب من خلال هذه القصه ومن خلال قصص اخرى. نكمل. But I would like to require adults not to feel this sea I'm thinking of with late military worships. أو الرسالة هنا بيقولها برضو هو نفس الكلام، عشان كده في الآخر رقم الصفحة ده كلام الطفل اللي احنا ما نعرفش اسمه، يمثل كل الأطفال على مستوى العالم، ومش بالضرورة يكون طفل مصري. هو أعمال رسالة يوسف ترجمت إلى لغات عدة، وهو كتب أكثر من ألف عمل من هذا النوع. I also want trade ships, oil tankers and fishing boats. I wish children can sit in tranquility on the beach as they hold their fishing rod, so that from time to time I would grant them a fish that would make them quite happy. This is the type of sea I want to turn into. ده نوع البيئة. هنا كلمة sea أو بحر لا يرمز إلى البحر تحديدا، ولكن يرمز إلى كل مظهر من مظاهر الطبيعة. ولو اعتبرنا أن البحر هو مكان من الأمكنة الهامة تحت البيئة بصفة عامة، فهو ده النموذج المثالي البروتوتايب البروتوتيبكال الأركيتايبال اللي أدب الأطفال خاصة عند عبد التواب يوسف بيسعى إلى تحقيقه. ودي من ضمن التوصيات بعد إذنكم اللي المحور ده هو بيحاول يوصلها لجمهور المتابعين الكرماء الفضلاء، ألا وهي قدرة الأدب الفائقة على أنه يخترق أسوار العقل البشري والنفس البشرية والقلب البشري، ويبتدي يشتغل على السبكونشس، ويبتدي يشتغل على الوجدان وعلى الوعي بتاع الناس، بحيث شيئا فشيئا ينمو لديهم الإدراك العالي لقيمة الحفاظ على البيئة بكل مجتملاتها وبكل خصائصها. كده وصلت لنهاية البرزنتيشن بتاعتي عشان أسيب وقت لزمايلي، وفي نفس الوقت يعني باعتباري المودريتر بأذن حضراتكم لو في أي استفسار أهلا وسهلا تحت أمركم. اتفضل. بعد إذن حضرتك دكتور عبد الجواد. اتفضل يا فندم. هو حضرتك طبقت الإيكو كريتيك أو اللي هو النقد البيئي على أعمال أدبية للأطفال. طبعا ادب الطفل ديداكتيك اكتر منه تربوي اكتر منه، يعني الخيال فيه بيبقى موجه جدا. فكيف تمكن الكاتب بتاع حضرتك من ان هو يلمس الطفل، وخصوصا ان الطفل دلوقتي اصبح جمهور صعب جدا انك توصل له، لانه خياله يفوق خيالنا احنا. فازاي عبد الوهاب يوسف عبد تواب يوسف اسفه قدر من خلال القصص القصيره دي ان هو يصل الى عقليه الطفل بصفه عامه، وخصوصا انه اغفل تسميه هذا الطفل. شكرا استاذ الفاضله. انا زي ما عرضت بعض النماذج زي قصه ذا بوم وزي قصه ذا بيجن كاو وزي قصة What if I were a butterfly, What if I were a sea، من العنوان كده ومن خلال العرض حضرتك الإجابة بتاعت السؤال جاهزة، إنه أغرق الطفل في الخيال. هو يعني لو بصنا العنوان كده، ماذا لو كنت
بحرا، ماذا لو كنت سمكه، ماذا لو كنت فراشه، ويخلي الطفل هو نفسه يتخيل مفيش حدود. There is no limit. The sky is the limit. There is no limit to what you can imagine. فبيسيب الطفل، الطفل اقرب ما يكون الى الطبيعه البريئه، لان هو الطفل اساسا very pure and very innocent. فهو لسان حال الطبيعه، هو لسان حال البيئه كما ينبغي ان تكون. هو تدخل الكاتب بس في البلوت وفي الستوري وفي الكاركترايزيشن بحيث يدبنها وجبه فنيه. ده اللي كنت عايزه استوضحه، كيفيه تدخل الكاتب في توجيه الخيال الطفلي. هو الكاتب من الكتاب المتمكنين جدا فنيا في مصر، هو رقم واحد. هو متمكن جدا ككاتب اطفال زي ما قلت لحضرتك، يعني له اكثر من 1000 عمل في هذا المنحى وفي هذا الاتجاه. حينما تتقنين مهارات كتابة القصة القصيرة وكتابة الرواية، فتستطيعين أن تلعبين على إمكانيات اللغة، إمكانيات الكاركترايزيشن، إمكانيات البلوت، التشويق، السسبنس، الإكسايتمنت، الرمزية العالية، بس مش العالية قوي عشان تناسب عقلية الطفل. مسألة أنه كل العمل تقريبا بنسبة 90% خيال، ولكن هو بيربطك برضو بالواقع من حيث الكلام عن السفن اللي بترمي مخلفاتها في البحر، من حيث الكلام على مظاهر الحضارة الحديثة اللي بتأثر سلبا على البيئة. كأنه بيخش جوه عقلية الطفل وبيسيبه يتخيل، بس هو معاه البوصلة، هو معاه الفريم ورك بتاع العمل الأدبي عشان ما تتوهش منه المسألة والطفل يبتدي ايه يخرف على سبيل المثال. لا، ده هو بيوجه كل حاجة بشكل فني جميل جدا بحيث الرسالة توصل وفي نفس الوقت نستمتع أيما استمتع. شكرا دكتورة، احنا استمتعنا فعلا. شكرا دكتورة. ربنا يبارك فيك يا استاذتنا الفضل. كلمة بس للدكتور احمد محمود. كلمة للدكتور احمد محمود. اهلا يا فندم، اهلا على راسنا. بالنسبة للكاتب الكبير عبد التواب يوسف، هو فعلا افضل من كتب للطفل والادب للاطفال. برضو لا ننسى في هذا المناسبة اللي أخرجت كتابات عبد التواب يوسف فضيلة توفيق، اللي هي الأبلة فضيلة. أبلة فضيلة الله يرحمها، مات السنة اللي فاتت. فعلا دي من عرفت الناس بهذا الكاتب الكبير عبد التواب يوسف من خلال برنامجها الإذاعي اللي كان في إذاعة البرنامج العام يا أولاد يا أولاد. أبلة فضيلة الساعة 10 إلى 10. نعم لازم أذكرها، إذا ذكرنا عبد التواب يوسف يجب أن نذكر معه أبلة فضيلة فعلا، اللي أخرجت أعماله وعرفت الناس الأطفال بأعماله واخرجت هذه الاعمال للطفل العربي كله. تمام يعني دي لفته جميله. اهتمامهم بادب الطفل عالي جدا، يعني نرجو ان نحذو حذوهم ونستمر في هذه المسيره، مش يعني ننقطع عنها، المفروض نستمر فيها ونطورها ونركز برضو على تربيه الاولاد على الوعي البيئي، يعني منذ الصغر كده حافظ على بيئتك، ما تدمرش بيئتك، ما تفسدش البيئه. هذا ما يعني يبدو لي. ربنا يبارك في ساعتك يا فندم، وحضرتك قلت كذا نقطه رائعه من ضمنها أبلها فضيله، وانا من الناس اللي اتربت على أبلها فضيله، حتى بحاول اغنيها دلوقتي مع نفسي نفس التتر بتاع المقدمه النهايه على برنامجها. والله ربنا يرحمها. امين يا رب. ويرحمها الاستاذ عبد التواب يوسف. الحاجه الثانيه الجميله اللي حضرتك تفضلت بيها، وده برضو هدف المحور وهدف البحث، انه في فرق ما بين ان انت تقول للطفل حافظ على البيئه وما بين ان انت تقول له حافظ على البيئه من خلال قصه بيقراها. الاثر في دي بقى تبقى رائعه، يعني تحببه حتى في النصيحه. الاثر الفرق شاسع ما بين الاثنين، يعني ممكن اقول له ما تكذبش بشكل مباشر، ما توصلوش الرساله، بس يبقى تقيل عليه. ايوه يتعمل في موقف او في قصه او في حدوته او في موقف درامي بيبقى الاثر مختلف. ان الكذاب مثلا بيفسد، الكذاب مثلا بيضيع، بيدخل له مصائب. لا ده ما ينفعش برضه، لازم من خلال قصه. القصه عباره عن موقف حياتي بس هو معمول في قالب مشوق، واخد بالك؟ فبيوصل القلب، ولذلك القران الكريم كان بيصل الى قلوب اهل الجاهليه اللي تحولوا الى الاسلام من خلال القصص من اول القران لاخره، وكانت رائعه في هذا الصدد. يعني اشكر حضرتك يا استاذ الفاضل، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا دكتور. الف سلام. الله يسلم حضرتك. اتفضل دكتور وايد، عندك مداخله قبل ما نروح لا الصوت عندك معلش مقفول، افتحيه من عندك.
بقول لحضرتك انا يعني العرض بتاع حضرتك ممتع جدا وشيق جدا، ويعني وافق هوا صادف هوا في نفسي، لان انا حاليا بشتغل على حاجه عن ادب الاطفال. تمام. فاذا سمحت لي حضرتك، بس انا كنت عايزه يعني استفسر من حضرتك، الصوره طبعا مهمه جدا في ادب الاطفال، ازاي الكاتب عبد التواب يوسف قدر يوظف الصوره بالتوازي مع المكان والزمان في النماذج اللي حضرتك اشرت اليها علشان يوصل فكرته بطريقه جذابه للطفل؟ دي نقطة جميلة جدا، أشكرك عليها دكتورة رويدة. هو من ضمن خصائص أدب الأطفال، وإحنا بندرس الجونر دوت في سنة ثالثة بدرسه عندي، في سنة وسنة كده بدرسه، من ضمن ملامح أدب الأطفال الرئيسية ما يسمى بـ illustrations. illustrations إن الكاتب مش هيعتمد على الكلمة بس من الأول للآخر، الطفل هيمل خاصة لو العمل طال منه شوية. فلازم وإحنا كلنا وإحنا أطفال كنا أول حاجة نبص فيها لما ناخد الكتب بتاعتنا على الصوت. فهو كان بيتعاقد مع رسامين مهمين ومحترفين عشان يطلعوا له الجرافيكس دي اللي احنا بنسميها دلوقتي في لغه الكمبيوتر جرافيكس. فجرافيك الستريشنز بيعتمد عليها فعلا، بس هو الكاتب مبدع لدرجه ان الكلمه بتاعته الحقيقه مش محتاجه صوره، هي الصوره بس بتيجي تجسيد او تاكيد للمعنى. ده اللي انا اقصده يا فندم، ده اللي انا اقصده، انا مش بقصد الصوره اللي بيرسمها الرسام، انا بقصد ازاي هو من خلال الاحداث ومن خلال لغته البسيطه بيقدر يساعد الطفل على انه يشكل في وعيه او يشكل في خياله صوره معينه، بحيث تسهل عليه استيعاب ما يعني ما يفرض. ما هو ده الفرق يا دكتور ما بين a great writer like عبد التواب يوسف زي شكسبير كده، اللي عنده القدره على انه يستخدم الايمجز الحسيه والخاصه بالرائحه وباللمس والسمع والبصر، وبيعمل اللوحه الكبيره دهيت قدام الطفل باستخدام الكلمات بتاعته. He is a talented and a great writer in whose hands all images come easily because he is so clever in using them. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم، انا هستاذن حضرتك وننقل على في ترتيب الشغل بتاعنا الدكتورة مروة مع البحث بتاعها، بس ادوني ثواني بس بعد إذن حضراتكم لحد ما ظبط العرض. دكتوره مروه اتفضلي، بس معلش احنا دلوقتي قدامنا ثلاث عروض، حضرتك ودكتوره رويده ودكتور خالد الفخراني، فيا ريت اقل من 10 دقائق بعد اذن حضرتك. عايز اتكلم حضرتك سامعني؟ فين دكتوره رشا؟ ثواني يا دكتوره مروه لحظه. لا معلش، ما فيش وقت للمداخلات، لو في مداخله ولا حاجه ما فيش وقت للمداخلات. اتفضل يا دكتور عمر، احنا سامعينك. انا الاول الصوت واضح يا دكتور؟ واضح، واضح بالنسبه لي، يا ريت يكون واضح لكل الزملاء. واضح طبعا. ايوه واضح. 10 دقائق مره بعد اذن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول بشكر حضراتكم بجد ان انا يعني مع اساتذه اجلاء زي حضراتكم، ف وكل سنه وحضراتكم طيبين وكل حاجه يعني. اتفضل. الله يخليك يا دكتور. موضوعي عن دراسه نقديه بيئيه لروايات نادين جوردمر المحافظ والالتقاط واسمر بحياه. في اعقاب الكوارث البيئيه التي حدثت في جميع انحاء العالم منذ العقد الماضي واشدها كارثيه كانت كارثه تسونامي عام 2004، بات هناك ضروره ملحه لرفع الوعي العام تجاه التغيرات البيئيه التي تهدد الوجود البشري على كوكب الارض. ومنذ ذلك الحين تمت مناقشة القضايا البيئية على نطاق واسع في الأدب ووسائل الإعلام أيضاً. يعرف مصطلح النقد الأدبي البيئي بالعلاقة بين الأدب والبيئة أو الدراسات الأدبية والقضايا البيئية، وكان أول من صاغ هذا المصطلح هو ويليام روكرت عام 1978. طرح النقد الأدبي البيئي كمصطلح أدبي في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينيات، وانتشر على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين. كان الدافع وراء تطور هذا المنهج الأدبي الجديد هو الاهتمام الواضح بالبيئة والطبيعة حتى يتحتم على الناس معرفة ضرورة إسهامهم في إنقاذ هذا الكوكب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة للأزمة البيئية العالمية. ومن ثم كان لزاما على النقاد والروائيين الدعوة لزيادة الوعي فيما يتعلق بالأرض ومدى تأثير سلوكيات الناس على دراسة يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في تناول الدور الفريد للتمثيل البيئي في الأدب من خلال ما يسمى بالنقد الأدبي البيئي أو الدراسات الخضراء، وأيضا زيادة الوعي الإنساني نحو المشكلات البيئية الخطيرة
ودراسة سياسات الأرض فيما يتعلق بعلاقات القوة وإظهار الظلم البيئي الكامن في مبادئ العنصرية لوضع حد ونهاية لهذا الظلم المبحث ونشر الشعور بالعدالة في كل من ملكية الأرض وتوزيعها. تسليط الضوء على مفهوم النقد البيئي الذي يتناول تعدد الثقافات مؤكدا على أن هوية الفرد والعلاقات الاجتماعية جزء لا يتجزأ من علاقاتهم بالبيئة. الإعلان بأن العدالة البيئية هي الوسيلة الوحيدة للتفاوض بين الطرفين المتنازعين. يتناول البحث تفصيلا ما أطلق عليه الروائع الخضراء للكاتبة نادين جوردمر المحافظ The Conservationist للالتقاط The Pickup أن أصبر بحياة بالتلايف. تعد نادين جوردمر الحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1991 واحدة من الروائيين الذين تعهدوا بمناقشة الترابط الوثيق ما بين الدراسات الأدبية والقضايا البيئية لا سيما في جنوب أفريقيا التي شهدت حالة توتر عارمة بين كل من الشواغل الإنسانية والبيئية في أعقاب نشأة خاصة المحافظة على البيئة. وبهذا الشأن تزعم جوردمر بأن تحقيق العدالة البيئية هو السبيل الوحيد لحد من حالة التوتر هذه. وكان هناك الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وكان هناك اختلاف في تناول البيئة في الأدب في كل. في رواية المحافظ تتناول جوردمر بالبحث والدراسة قضايا حركة الوعي الخاصة بأصحاب البشرة السوداء والتي تتركز اهتمامها على نضال أصحاب البشرة السوداء وكفاحين للعودة إلى جسورهم واسترداد أراضيهم المغتصبة واستعادة تراثهم المسلوب. وتؤكد أيضا على أن أصحاب البشرة السوداء هم الملاك الحقيقيون لأرض جنوب أفريقيا. تساهم الطبيعة بشكل كبير في إحياء الذاكرة التاريخية واستعادة أصحاب البشرة السوداء لقواتهم المسلوبة. القواهر المناخية والطبيعية لا تدعم فكرة إطالة سيطرة أصحاب البشرة البيضاء على الأرض، وبدلا من ذلك فتتنبأ هذه الظواهر بدمار أصحاب البشرة البيضاء وازدهار أصحاب البشرة السوداء. وتعد نهاية هذه الرواية بمثابة أمل في تحقيق العدالة البيئية من خلال تحويل ملكية الأراضي من أصحاب البشرة البيضاء المغتصبين إلى أصحاب البشرة السوداء الملاك الحقيقيين لها. وفي رواية الالتقاط ذا بيكاد عام 2001 تشير جوردمر إلى مفهوم البقعة الجغرافية وما إلى ذلك من مفاهيم الهجرة وإعادة التوطين وكيف يرغب الكثيرون من الدول الشرقية في الهجرة إلى الدول الغربية سعيا وراء اكتساب السلطة أيضا. ومن ثم فلمفهوم البلد أو الدولة دلالة هامة في داخل شخصيات هذه الرواية الذين يبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى مكان جديد مختلف تماما عن ثقافتهم وتقاليدهم وذلك لاكتساب السلطة واستعادة هويتهم المفقودة بعيدا عن وطنهم الأم. أما رواية بحياة جيتا لايف فهي أكثر الروايات الخضراء أهمية نظرا لنشرها بعد انتهاء فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. تكمن أهمية هذه الرواية في تناولها النقاط المحورية في السياسات المحلية والعالمية في القرن 21 والمتمثلة في استغلال البيئة وانتهاك حقوق الطبيعة والأزمة البيئية الخطيرة في جنوب أفريقيا. تركز هذه الرواية أيضا على زيادة الوعي تجاه المخاطر البيئية التي تهدد بقائنا على الكوكب ليس فقط بسبب أفلحة الدمار الشامل ولكن بسبب تدميرنا نحن التدريجي للبيئة. تشير المناقشات السابقة بما لا يدع مجالا لشك أن نادين جوردمر قد أوضحت التمثيل الحيوي للبيئة والطبيعة فيما يتعلق بعلاقات القوة في روائعها التي شملت فترة الفصل العنصري وما بعد الفصل العنصري. فالإصلاح والتبديل والأمل في نشر العدالة البيئية وراء مفهوم العنصرية في عناصر بارزة في روايات جوردمر والتي أكدت فيه على الحق المكفول للجميع على الحق المطلق المكفول للجميع في استعادة أراضيهم المغتصبة والحياة المستقرة في سلام جيدة. وأخيرا وليس آخرا فمن حق الجميع العيش في بيئة نظيفة خالية من أي ضرر يهدد صحة الفرد وسلامته. ومن ثم لازمة لحماية البيئة من التلوث وتدهور وما شابه ذلك فضلا عن ضرورة تعزيز البيئة واستغلال مواردها الطبيعية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تطورات اقتصادية هائلة. علاوة على ذلك تحتم على الجهات المعنية بذل قصارى جهدها لمنع التلوث من خلال إعادة تدوير ومعالجة النفايات بطريقة آمنة بيئيا كلما كان ذلك ممكنا والحد من انبعاث الغازات واستخدام المواد الخطرة. شكرا. ألف شكر دكتورة مروة على التزام بالوقت وعلى تكثيف الكلام عن الروايات الثلاثة بتاعت نادين جوردمر وعلاقتهم بالنقد البيئي. Thank you so much for keeping to the time limit and for condensing your information.
And now it's my turn to ask dear colleagues and attendants to examine or to talk to Dr. Marwa if they have anything. لو عند حضراتكم أي مداخلة مع دكتورة مروة تفضل. دكتورة مروة لو سمحتي أو عرضك طبعا ممتع وشيق بعد إذن حضرتك طبعا دكتور عبد الجواد. تفضل. أنا بس كنت يعني اللي هي استفسار بسيط عند دكتورة مروة، إيه الفرق بين بين تصوير البيئة في الأعمال اللي هي في فترة ما قبل العنصرية والأعمال اللي في فترة ما بعد العنصرية؟ هل بيضغلون الدم أكتر؟ هل بيضغلون الدمار أكتر؟ ولا حضرتك شايفة إيه؟ لا، فترة الفصل العنصري بدأت في 1948، والحكومة وقتها فرضت قوانين صارمة من أهمها الفصل الكبير ما بين أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السوداء. فكان أصحاب البشرة البيضاء الأراضي الخصبة ونسبة كبيرة جدا من الأراضي، بينما لم يحظى أصحاب البشرة السوداء سوى بنسبة محدودة فقط من الأراضي الملوثة. وجاء عام 1994 عندما انتخب نيلسون مانديلا بصورة ديمقراطية جدا، وتم إلغاء هذه القوانين الصارمة وإلغاء هذه القوانين القمعية التي أدت إلى هذا الفصل، ونادت بنشر روح العدالة في بلقية الأرض وتوزيعها على جميع شعب جنوب أفريقيا بجميع أطيافه دون أي تفرقة عنصرية. فنادت بدء المساواة. يعني نقدر نقول انه الادب في فترة العنصرية، ان البيئة في فترة العنصرية اكتسب بلون السواد، صح كده؟ صح كده. حلوة قوي الكونسبت ده على فكرة. هي رويدة شاعرة بقى وكاتبة، فلازم ربنا يخليك دكتور عبد الجواد، ده بعد من فضل سيادتك ربنا يبارك. انا متوقع السؤال بتاع الدكتور احمد من كلية الحقوق حوالين العدل البيئي، مش كده يا استاذنا الفاضل؟ تفضل يا فندم. دكتور احمد. ايوه. كان في ملمح من ملامح البحث بتاع الدكتوره مروه عن ما يسمى بالعداله البيئيه. فانا كنت عايز استيضاح من هذا الامر عند في كليه الحقوق وفي البحث نفسه. هو في كلمه بس عاوز اقولها بالنسبه قبل ما اتكلم في العداله البيئيه، حضرتك سامعني؟ تفضل يا فندم. ان مشكله التدهور البيئي في الدول الناميه تعتبر من اخطر المشاكل التي تهددها صحيا واقتصاديا وتنمويا، وهذه المشكله بترجع لضعف التشريعات البيئيه وعدم فاعليتها وعدم احترام تنفيذها، الى جانب عدم ملائمه هذه التشريعات لدفع عجله التنميه المستدامه. يضاف الى ذلك قله الوعي البيئي بين الافراد وانعدام التربيه البيئيه، وركز على كلمه التربيه البيئيه دي، مفيش تربيه بيئيه، وضعف الثقافة البيئية لدى شعوب الدول النامية. وفي مصر لم يصدر تشريع بيئي متخصص للبيئة إلا سنة 1994، وهو القانون رقم 4 لسنة 1994، والذي لا يوجد له صدى في حماية البيئة المصرية من التلوث. أما الدول المتقدمة مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية، صدر فيها قوانين البيئة منذ سنة 1963. ففي قانون صدر في الولايات المتحدة اسمه قانون البيئة أو الهواء النظيف، Clean Air Act. وكذلك أصدرت الولايات المتحدة قانون سياسة البيئة الوطنية عام 69، National Environment Policy Act. وهذا القانون يفرض على كل جهة فيدرالية ذات سلطة تطرح بمنح ترخيص لإنشاء أي مشروع جديد أن تقوم بدراسة الآثار المحتملة لهذا المشروع على البيئة. وطبعا الفاضل معلش الاعتبارات الوقت هضطر يعني أعزن حضرتك وبس خلص في دقيقة واحدة. حضر بس. طيب بالنسبة للعدالة البيئية، العدالة البيئية طبعا ده تعبير جميل جدا، ويريت يعني يعمم ان فعلا من حق كل مكان ان ياخذ حظه من البيئة النظيفة. يعني فعلا تعبير العدالة البيئية ده تعبير رائع وجميل، ويريت فعلا يدخل في تشريعاتنا بحيث ان كل الجهات تنعم ببيئة نظيفة، مش مثلا المناطق الراقية بس اللي تبقى فيها اهتمام بالبيئة، والمناطق العشوائية تبقى محرومة من الاهتمام بالبيئة. دي مش عدالة بيئية. تمام يا استاذنا، ربنا يبارك في حضرتك. مروة لك التعقيب بحول هذا الامر. شكرا. هو يعني هو ربنا جاب العدالة البيئية من عنده، يعني عشان كورونا دلوقتي لما حصل تقلص لعدد الناس والثواب ساعات اول باول، يعني العدالة البيئية تحقق الهيا يعني. لا في الروايات بتاعه الكاتبه ايه المقصود بالعداله البيئيه؟ نفس الكلام المقصود بالعداله البيئيه، يعني مثلا في
طايف اللي يقصروا بحياه البطل اصلا شغال في مكان كله اشعاعات، فالاشعاعات دي بتضره، هي اصلا شغال عنده في مصنع بتاع اشعاعات، فهو زي ما هو بينادي بالحد من الاشعاعات هو الصاد. يعني تمام. ليه سؤال للدكتوره مروه بعد اذن حضرتك الدكتوره عبد الجواد. اتفضل يا دكتوره فاطمه. شكرا يا مروه. اتفضل يا دكتوره فاطمه. هل الكاتبه حضرتك في البناء الدرامي للقصص اللي هي كتبتها اخذ الصف ذوي البشره السوداء، ولا كانت هي عادله في عرض القضايا؟ طبعا ما فيش عداله في الادب، ولكن في التصوير نفسه كانت موضوعيه ولا لا؟ على فكره دكتوره فاطمه الحياديه. ايوه دكتوره فاطمه، نادين جوردمر الكاتبه اصلا بيضاء، هي ليست سوداء. انا عارفه، انا شفت صورتها يا دكتور، ولذلك انا بتخيل هل مثلا جت في صف البلاد الناميه في انها مدفن لنفايات البلاد المتقدمه، ولذلك بتطالب بالعداله البيئيه. انا تخيلت ان العداله البيئيه هي ذلك. شكرا يا فندم. شكرا دكتوره فاطمه. هي من تتكفل بنفاياتها، لا تبحث عن مدفن لنفاياتها في البلاد المتخلفة. شكرا يا فندم. تفضل يا مرحبا. عندك هذا هي بالفعل تناولت الموضوع بطريقة موضوعية جدا. على سبيل المثال في رواية من الروايات كان لما حد مصاب جابوا له حد يخدمه من أصحاب البشرة السوداء بدون أي مراعاة لأي حاجة، هو خلاص يعني هو افوض ملوش دية من الاخر يعني. فهي تناولت الموضوع ده بشيء من السخرية للمناداة بالمساواة بين 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 الجميع بغض النظر عن جنسه. اشكرك يا مروة، الف شكر. احنا بس في الموجودين دلوقتي خمس وكلنا اتكلمنا الحمد لله، فهننتقل دلوقتي بعد اذن حضراتكم لدكتورة رويدة بعد توجيه جزيل الشكر لدكتورة مروة. دكتورة رندا الدين معانا، اهلا وسهلا بحضرتك. لو عند حضرتك استفسار ولا حاجه اتفضلي تحت امرك. لو حضرتك متابعانا وشفت البحث الاخير وعندك سؤال ولا حاجه اهلا وسهلا. طيب تمام. هجهز البحث بتاع الدكتوره رويده من جامعه القاهره. برضو بستاذن حضرتك من معاكي من 8 دقائق ل 10 دقائق. حاضر يا دكتور. حاضر مفيش مشكله. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور. انا طبعا بتوجه بالشكر لحضرتك على الدعم والمسانده، يعني ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفت جامعه طنطا. ربنا يخليك يا فندم، متشكره جدا، شرف كبير لي ان انا يعني اكون في وسط عظماء زي حضرتك. الله يبارك في حضرتك. تفضل يا فندم. البحث بتاعي بعنوان The Ecological Function in My Partless Earthquakes in London، يعني دور البيئه او التمثيل البيئي في مسرحيه زلازل في لندن لمايك بارتلي. الحقيقه انا في البحث ده بعتمد بتبنى وجهه النظر اللي قدمها لورانس بول في كتابه The Environmental Criticism The Future of Environmental Criticism The Environmental Crisis and Literary Imagination. ولذلك انا بعتمد في ثلاث نقاط أساسية كمنهج لتحليل النص المسرحي اللي معايا. النقطة الأولى الإيكو كريتيسيزم، طبعا طبقا لما أورده لورانس بول في كتابه السابق ذكره. النقطة الثانية ده سكند ويف إيكو كريتيسيزم، ما هو المقصود بالموجة الثانية في النقد البيئي. النقطة الثالثة هي ذا انفيرمنتال جاستس، العدالة البيئية. فيما يتعلق بالإيكو كريتيسيزم ببساطة شديدة جدا وبوضوح شديد جدا، لورانس بول بيقول إنه الإيكو كريتيسيزم هو إزاي إنه الكاتب أو العمل الأدبي بيقدر يعبر عن البيئة عن قضايا البيئة ومشكلات البيئة في شكل أدبي، بحيث أنه العمل الأدبي بالرغم من موضوع أنه بيتعامل مع البيئة بيقدر يحتفظ بخصائصه الأدبية وسماته الفنية كعمل أدبي وكوحدة مستقلة قائمة بذاتها. ده بيكون واضح جدا في خلال المسرحية اللي أنا بشتغل عليها، لأن هي بتديني قصة عالم بيئة اسمه روبرت. هو راجل شغال في مجال البيئة، عنده ثلاث بنات. البنت الكبيرة سارة هي في منتصف الثلاثينيات من العمر، وسارة بتشغل منصب سياسي في الحكومة البريطانية. البنت الثانية فري هي عندها برضو في بداية الثلاثينيات من العمر، وهي زوجها اسمه ستيفن، وحامل وبتنتظر قدوم طفلة ليها، بتنتظر قدوم بيبي يعني، وبتتمنى ان هو يكون طفل. البنت الثالثة ياسمين، وهي عمرها 19 سنة، وهي نموذج للمراهق العيل اللي بيعيش حياة الفوضى والضياع وعدم اللامبالاة وعدم وجود طموح وخطط مستقبلية. طبعا في حالة من عدم التوافق بين الأب وبين الأبناء. طبعا بطبيعة الحال الأب بيكتشف بحكم الوظيفة بيكتشف انه في انه
لندن بتواجه في هتواجه في المستقبل زلزله عنيفه جدا، سلسله قويه جدا من الزلازل العنيفه والمدمره، بالاضافه طبعا لمشاكل الانبعاث الحراري، الاحتباس الحراري، ومشاكل طبعا ثقب الاوزون وكل ده. بيحاول ان هو طبعا يحذر البنات من ده، لكن طبعا نتيجه لاضطراب العلاقات بينهم البنات لم يستجيبوا لذلك. ده طبعا بلاحظ انه القصه بتدور في اطار اجتماعي، في اطار اسري. ده بيقودني للتحدث عن فكره ذا سكند ويف ايكو كريتيسيزم، الموجه الثانيه في النقد في النقد البيئي. طبعا الموجه الثانيه في النقد البيئي كما بيقول عليها بيسميها القائمين على هذا الامر سويوسنتريك، بمعنى ان انا بتعامل مع مشاكل البيئه وموضوعات وقضايا البيئه في اطار اجتماعي واطار ثقافي، ليس بمعزل عن المجتمع ولا بمعزل عن الثقافه ولا بمعزل عن الحضاره اللي انا بعيش فيها. هي طبعا عكس الموجه الاولى اللي بتسمى ايكوسنتريك، وعكس الموجه الثالثه اللي هي بتهتم بمقارنه تجارب الانسان وتعاملات الانسان مع البيئه في عبر الثقافات المختلفه وعبر العصور المختلفه. طبعا هي عكس الموجه برضو الرابعه اللي بتكون قائمه على الماتيرياليتي سستينابيليتي ابليكابيليتي. بلاحظ هنا طبعا انه الاطار الثقافي واضح جدا، لانه الاسره طبعا في حاله من علاقتها مضطربه ببعضها البعض، البنات الثلاثه علاقتهم مضطربه بابوهم، وفي نفس الوقت البنات الثلاثه علاقتهم مضطربه ببعض، للحد انه البنت ياسمين اللي هي البنت المراهقه بتقيم علاقه غير شرعيه مع زوج اختها ستيفن، وزوج الاخت ده بيحاول ان هو يبتز ساره اللي هي السياسيه البارزه في الحكومه، لكن طبعا ساره جيبس هيم هيل ما لا بتعبأ بتهديداته ولا بتعبأ باهتماماته ولا حتى بتعبأ بمشاكل اختها، كل ما يهمها هو ان هي تحقق انجازات على المستوى السياسي. لطول الوقت كل المشروع اللي بيشغل فكرها ان هو احداث توسعات في مطار هيثرو، علشان شايفه انه ده هيزيد من حركه التجاره وهيزيد من حركه العماله، فبالتالي هيتحسن الاقتصاد ومعدلات الفقر هتقل. هنا بيتضح لي نقطتين مهمين جدا مرتبطين بالنقد دي. اولا فكره lack of imagination اللي اتكلم عنها لورنس بول في كتابه اللي انا اشرت اليه في البدايه، ان انا بلاحظ ان دي مسؤوله سياسيه ما عندهاش اي رؤيه مستقبليه غير ان هي تحقق مكاسب اقتصاديه بحته، ما بتفكرش في البيئه. فكره الريكونسيليشن التوافق، وكان الكاتب هنا بيقول لي ببساطه شديده جدا ان الخطوه الاولى لحل مشاكل الانسان مع البيئه بتكون من خلال التوافق. يعني احنا لو في بقى في توافق بين الانسان وبين البيئه وفي احترام متبادل هتكون الأمور أحسن. وده بيتضح قوي أكتر من خلال صورة فريا البنت الوسطى. فريا هنا البنت الوسطى هي وأمها بتنتظر طفل رضيع، هي بتمثل المادر نيتشر with all its contradictions with all its troubles with all its conflicts. هي بتمثل الطبيعة بكل والبيئة بكل انفعالاتها بكل حركاتها وسكناتها. هي عايزة تعيش حياة مستقرة، فبالتالي تزوجت وبتنتظر قدوم طفل، بتحلم طول الوقت بالطفل ده، لكن في الوقت ذاته هي بتكون مضطربة جدا وفي حالة من عدم الشك وعدم والقلق والقلق على خوف المستقبل، خوف على مستقبل الطفل اللي هي بتتمناه واللي هي بتتمنى ان هو يكون بنت. فطول الوقت بتسال نفسها ازاي البنت اللي انا هجيبها دي اللي انا هضعها دي هتقدر تعيش حياتها في وسط عالم مضطرب. بيؤكد لنا الكاتب ده الاحساس ده من خلال ايه؟ من خلال مشهد مهم جدا من المشاهد الرئيسيه في المسرحيه، وهم بيقفوا حوالين ساره بتكون في حمام سباحه محاطه بامهات كتيره جدا بيحملن اطفالهن الرضع، والحقيقه بيرفعوا كل الامهات دي بنلاقي ان هم بيرفعوا الاطفال الرضع على ايديهم في شكل شبه تأبيني، وكان هم بيقولوا لفريا مش احساس بس القلق اللي عندك ده لوحدك انت، لا ده احنا كلنا خايفين على اولادنا. فكره الشك والقلق والاضطرابات دي مرتبطه جدا بالبيئه، لانه طول الوقت اذا كنت انا عايش في بيئه غير صحيه هقدر اعيش حياتي ازاي. ده بياخدني طبعا للتحدث عن مصطلح ده environmental justice، العداله البيئيه. بمعنى ايه العداله البيئيه؟ انه انا كانسان ليا الحق ان انا اعيش في بيئه صحيه، في استنشق هواء نقي، اعيش في جو امن على صحتي، لانه انا وكمان انه الاثار اللي انا بقوم بها اثار الاعتداءات او الانتهاكات اللي انا بقوم بها في البيئه دلوقتي مش بس بتاثر علي انا او بتاثر على المعتدي في وقته الحالي، لكن هي بتمتد لاجيال طويله جدا. بياكد لي الكاتب ده من خلال ايه؟ من خلال الفتره الزمنيه اللي بتدور فيها احداث المسرحيه. انا بلاقي ان المسرحيه بتبدا من سنه 1960 وبتنتهي في سنه 1025 حوالي 500 سنه تقريبا، علشان يقول إن ازاي
انه الاعتداءات على البيئه بتاثر على اجيال كتيره جدا. في واحد من اروع الجمل الحواريه او الحوارات في المسرحيه دي بنجد ان ستيفن زوك فريا بيقول ده بصراحه. ازاي؟ بيقول لها مثلا انه انت لو غرقتي في البحر وتحللتي هتتحولي لغذاء هياكله السمك، والسمك ده هيتغذى عليه ناس تانيين، والناس التانيين دول هيموتوا وهيكونوا برضو غذاء لسمك تاني وهكذا، وبتدور دوره الحياه. برضو بلاحظ انه فريا بتلعب لي هنا دورين، الدور الاول اللي هي دور البنت الوسطى مستر روبرت، وبتنتهي المسرحيه انه انا عندي بنت صغيره هي نفسها بتاخد شكل فريا واسمها، لكن بتعاني من التوحد، وده اشاره لحاله الضياع والفوضى اللي احنا عايشين فيها. برضه عشان يستخدم لي فكره الانفايرمنتال جاستس وياكدها لي الكاتب، بلاقي عندي فكره النوستالجيا. النوستالجيا يعني الحنين الى الماضي. بيجي هنا بيقدم من خلال الشخصيات اللي بيقدمها شخصيه ذا اولد وومن. ذا اولد وومن دي هو ما بديهاش اسم علن، يعني ما اقدرش اقول ان هي ساره، ما اقدرش اقول ان هي ياسمين او فريا، لا هو بديها بس كده، وكان هي رمز لكل الاولد وومن. فالاولد وومن دي بتتكلم وبتقول انه مش دي انجلترا اللي انا اعرفها، انجلترا اللي انا اعرفها ولندن اللي انا اعرفها كانت فيسترال، يعني كانت مكسوه، كانت بتبدو في ثياب خضراء جميله. معلش استاذن حضرتك، بس احنا كده وي ران اوت اوف تايم، احنا ما شاء الله حضرتك مسلسله ومنطقه واحنا مستمتعين. طيب دي واحده بس، فهي يعني معلش اعذرني، يعني هي بتقول طبعا انه مش دي انجلترا اللي انا اعرفها، انجلترا اللي انا اعرفها كانت ممتعه، كانت خضراء وجميله، لكن دلوقتي بقى كل شيء ملوث. طبعا الكاتب ككاتب ادبي بقى، عشان خصوصيه العمل الادبي، هو بمتمكن من ادواته، بيقدم لي مثلا خشبه المسرح على في شكل دورين علشان يقدر في المشهد الواحد يقدم عدد كبير جدا من الشخصيات، بيقدم لي شخصيات كتيره جدا في اعمار مختلفه، في مراحل عمريه مختلفه، وعلى مستويات مختلفه من التعليم، علشان يوضح اثار الانتهاكات البيئيه. طبعا اللغه عنده مهمه جدا، هو بيستخدم لغه بسيطه جدا، اللغه اليوميه، ما بيستخدمش لغه فولجر، ده نتيجه اختلاف مستويات التعليم. بلاقي انه علامات الترقيم واضحه جدا، دورها بارز عنده، انه مثلا بيستخدم السلاش لما يكون هيبدا كلامه، بيستخدم الداش لما يكون كلام هيقاطع كلام. من عيوب المسرحيه دهيت انه اللغه في بعض الاحيان بتتحول لشكل الخطبه او شكل الموعظه. برضو ان المسرحيه بلاحظ ان هي مسرحيه ملحميه بالمعنى with the Brechtian sense، بالمفهوم المعروف للمسرح البريختي، انه طبعا بلاقي مشاهد موسيقيه كتيره جدا، الاضواء عاليه جدا، الشخصيات كتيره جدا، المشهد الواحد ممكن يحتمل اكتر من 20 شخصيه. اخيرا يعني اذا سمحتوا لي، من توصياتها او من النقاط اللي انا استخلصتها في هذا، انه معالجه قضايا البيئه في بالضرورة هي معالجة ثقافية للفكر الثقافي، وبالتالي أنا لما أغير ثقافة الإنسان فبالتالي هغير تصرفاته مع البيئة. لازم يكون هناك طبعا اهتمام بالأداب والفنون كخطوة أولى نحو تغيير الثقافة. طبعا أسف أن أنا يعني استغرقت في الوقت شوية. Thank you so much دكتور رويدة. رويدة أصلا شغالة في أكاديمية الفنون، وعشان كده هذا الإبداع وهذا الانطلاق. وملمح ثاني عن دكتور رويدة إنها خريجة قسم إنجليزي أدب طنطا، حاجة يعني نتشرف بيها. احنا معانا الدكتور استاذ الدكتور خالد الفطراني في اخر جزء من المحور، بس هو طلع من العرض مش عارف ليه. احنا هنفضل اي مداخلات يا جماعه، اي اسئله، اي حاجه. ما احنا هنناقش الدكتوره رويده لحد ما الدكتور خالد يجي، لان احنا فاضل لنا 8 دقائق. لو الدكتور خالد جه هنخش في الكلمه بتاعته على طول، بس until he comes over ناخد مداخله. بس ارجو دكتور احمد بعد اذنك السؤال يبقى مختصر، معلش انا لو في وقت اكتر من كده كنا استمتعنا بحضرتك اكتر واكتر. يعني ربنا يبارك لك. هو بس السؤال للدكتور رويده، يا ريت فعلا ندخل الفن في علاج البيئه والتوعيه البيئيه، فعلا هيبقى خير سفير لو احنا فعلا استخدمنا الفن والفنون في التوعيه البيئيه والثقافه البيئيه. احنا بنستخدم الفن في حاجات تانية كتير، طب ليه ما نستخدموش فيما هو انفع بالضبط؟ يعني انا اقصد ان احنا نستخدم الفن بمعناه الواسع، الروايه، المسرحيه، الشعر، حتى الموسيقى كمان، لانه انا بقول لحضرتك انه ده الخطوه الاولى هي تغيير الثقافه. لانه معلش يبقى السؤال مختصر وكذلك الاجابه، عشان معانا استاذ دكتور خالد الفخراني دلوقتي شرفنا. اهلا بك يا دكتور خالد. لو في اسئله كمان اتفضلوا. دكتوره فاطمه عندك سؤال؟ بتاع الجواز سامعني؟ خالد يا فندم سامع حضرتك. هنخلص المناقشه بتاعت البحث الاخير ونجي لحضرتك ان شاء الله. دكتوره فاطمه الصوت بس مش سامعينك يا دكتوره فاطمه. انت عامله ميوت للصوت يا دكتوره فاطمه. ايوه الصوت من عندك يا دكتوره فاطمه.
طيب حد تاني لحد ما دكتوره فاطمه تجهز نفسها؟ مروه عندك سؤال؟ دكتور ايوه اتفضل باختصار. انا مروه. ايه مروه انا اسف اتفضل. دكتورة رويدة ألف شكر على العرض بتاعك ما شاء الله الله أكبر عليه. على طول أنا برضه كنت حاضر وعايزة أعرف إزاي ممكن تقارني ما بين اللي بيحصل دلوقتي وما بين تطوير الأدب في الفن، يعني ممكن بعد كده فعلا الفن يختم الموضوع ده بإن يتم تطوير العدالة البيئية والظروف الرهينة اللي إحنا فيها والكورونا والتلوث البيئي الحمد لله يعني السعادة تعافيتها يعني. شكرا مروه. اتفضل يا دكتوره رويده دقيقه واحده. ايوه طبعا ما فيش شك انه العالم كله قبل كورونا غير العالم كله بعد كورونا، وبما ان الادب هو مراه المجتمع فاكيد انه الادب قبل كورونا غير الادب بعد كورونا. كل اللي بيحصل واللي احنا بنشوفه دلوقتي اكيد الادب هيسجله، اكيد الادب هيعالجه، وكل اللي بيحصل ده برضو نتيجه انتهاكات البيئه. كلنا اتليست دلوقتي العالم كله مجمع انه بقت الكلمه العليا للعلم، للابحاث العلميه، للباحث، للدراسات، انه معايير القوة تغيرت. كل ده اكيد الادب هيسجله وهيسطره وهيكون ادب من قبل كورونا. شكرا جزيلا لك دكتوره رويده ولكل الساده الحضور، وننتقل الان معلش دكتوره فاطمه للاسف الوقت داهمنا، معانا دكتور خالد الفخراني وكلمه من مجال علم النفس نختم بيها المحور بتاعنا. اتفضل يا استاذ الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم دكتور عبد الجواد على الجلسه والمحور، وبقدم الشكر لجامعة طنطا تمثل في رئيس الجامعة الدكتور مجد سبع والنائب رئيس الجامعة الدكتور عثمان. أنا سمعت كل المحاضرات وسمعت كل المحاضرات، ومعظم المحاضرات أكدت على دور البرسبشن الإدراك والوعي بالنسبة للبيئة بصفة عامة. أنا أتطرق النهاردة لمجال جديد وهو استخدام البيئة في العلاج النفسي. زي ما احنا عارفين ان كل انواع العلاجات النفسية بتتم داخل غرف مغلقة وبتبقى بمثابة نقل رسائل ممكن تقع على وعي المريض او العميل او المضطرب نفسيا الى حد ما، ممكن يدركها وممكن ما يدركهاش. فبدأوا يفكروا زي نخرج باشكال العلاج والإرشاد النفسي في البيئة المحيطة فينا. الحاجة الثانية استخدام البيئة في العلاج. أول واحد حط البرنامج ده واحد فيلسوف نرويجي اسمه أرني نايس، وحط مصطلح اسمه المفهوم العميق للبيئة كإشارة إلى العالم الطبيعي والصلات بين كل عناصر البيئة كمصدر عميق للحكمة. يعني إذا أنا مش هبقى حكيم ولا هبقى عندي وعي ولا هبقى عندي ترعة عقلانية صحيحة إلا من خلال صلاتي بالبيئة وأدرك البيئة وكيفية عمل عناصرها. المفهوم ده تم تجاهله لحد كبير في العالم الحديث اللي ركز على الصناعة وركز على الاستهلاك والبيئة تدهورت زي ما قلت في المحاضرات السابقة، وبعدين بدأوا مرة تانية يعودوا بشكل كبير علشان يعملوا نوع من عودة الحواس للحياة والممارسات لعادة ربط حياتنا بعالمنا المحيط بينا. وبدأ يزيد حول نقل الشعور المرتبط بالعالم الطبيعي المفقود في حياة العديد من الناس. يعني ناس كتير عايشة في البيئة بس الكونكت ما بين الفرد وما بين البيئة إلى حد ما مقطوع. ليه؟ لأن كلهم بيركزهم أو معظم الأفراد العالم بيركزهم على الاستهلاك، أنا عاوز إيه وفي نفس الوقت بدون مقابل ما أديش البيئة أي حاجة. الجانب الأخلاقي العلاقة بين البشر والطبيعة، ظهر خلاف حول الجانب الأخلاقي العلاقة بين البشر والطبيعة، فليس من المقبول أخلاقيا استخدام الطبيعة في العملية العلاجية النفسية. يعني كان في اتجاه نسوي كانوا من أشد المعارضين لاستخدام العلاجات في البيئة، وقالوا احنا لو استخدمنا البيئة في عملية العلاج هننكر حق الحيوانات والنباتات والموائل الموجودة بها. وبعدين ربطوا الحركة النسوية، ربطت اضطهاد البيئة باضطهادهم نفسهم. يعني
الراجل او الميل نفسه بيضطهد البيئه زي ما بيضطهدنا احنا كمان داخل منازلنا في البيوت اللي احنا عايشين فيها. بعد كده ظهر مصدر اخر لتاثير نظر خطاب منهج الارشاد خلال الطبيعه. المنهج ده قال لازم نخرج من الغرف المغلقه ونعيش في العالم البيئي الطبيعي. وبداوا يستخدموا المحاولات دي في عمليه اعاده الوعي، ولقوا انه مهم جدا في علاج الافراد اللي هم عندهم بوست تروما ستريس اللي رجعوا من الحروب كانوا الى حد ما في نوع من الهذيان والهستيريا، ما همش حاسين بالعالم اللي هم عايشين فيه لا من ناحيه الفرد ولا من ناحيه البيئه، فقدوا الصله تماما بسبب الاكتئاب والحوادث المريعه اللي قابلتهم في الحروب، وبداوا يفقدوا انتمائهم بالوطن وبالطبيعه والبيئه وعايشهم يورث. بروفيسور خالد سعدا حضرتك يعني لو تختم لنا في خلال دقيقتين يبقى كتر خيرك. انا لسه بادئ، معلش احنا خلصنا كده الوقت بتاع المحور، متاسف لحضرتك والله. طب انا حد بس مثال على استخدام العلاج في البيئه لحاله التغلب على اضطراب الاكل، كيفيه العلاج في الهواء طلق الاضطرابات الأكل. واحد اسمه ريتشارد قدم دراسة اخد مجموعة من النساء بيعانوا من اضطراب الأكل المستعصية التي لم يتم تناولها من العلاجات النفسية التقليدية وحتى العلاجات الدوائية، وبدأ يخذهم ويطلع بيهم في البيئة الطبيعية ويمارسوا مجموعة من النشاطات الرياضية زي التجديف والتسلق والمشي. نفس الوقت هم بيمشوا بيقولوا المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها، فبدأ يربط ما بين المشاكل وما بين البيئة، وفي نفس الوقت بدأ يناقش هذه المشاكل ويحل ال بيئتين خلاص. شكرا. شكرا دكتور ربنا يبارك فيك دكتور خالد. في خلال دقيقة نقول دقيقتين عشان هنختم دلوقتي المحور كله. لو في سؤال للدكتور خالد تفضل. كان نفسنا الوقت يمتد اكتر من كده عشان نسمع بقيه الكلمه، ولكن هتبقى متاح لحضراتكم ان شاء الله. اتفضل. في سؤال للدكتور خالد يا دكتور عبد الجواد. اتفضل يا فندم. بالنسبه لاستخدام البيئه في العلاج النفسي، يعني هل فعلا احنا عملنا التجارب دي في مصر ولا هذا الامر كان في الدول المتقدمه؟ لا، هو في الدول المتقدمه دلوقتي العلاج كلاته وتنميه الوعي البيئي. يعني انا كنت في زياره لالمانيا، ايوه، بشوف المدرسين بياخدوا الاطفال ويطلعوا على الغابه ويدرسوا لهم الدروس بتاعتهم اللي هي الساينس نفسها من خلال الاوبن كلاس في المكان المفتوح، يعرفوا دي بطه ودي شجره والشجره بتنمو ازاي. مش كلام بس نظري ومنار البطه عرضهم شرشر في قلب الكتاب، والطالب لا شاف لا بطه ولا شاف المنار بتاعها. تمام. فاحنا ما عندناش وعي بيئي نتيجة لسوء التعليم وعدم ربط التلاميذ نفسهم بالبيئة المحيطة بيه. يمكن من التوصيات احنا نحاول بقدر الامكان في المناهج التعليمية ربط الوعي البيئي بالمناهج التعليمية. ده في حاجة في كمان حاجة يا دكتور خالد، اصلا من الوقاية من كورونا اللي احنا في ظلها ان الهواء الطلق، يعني الاطباء بينصحونا ان احنا نبقى دايما تبقى في هواء طلق عشان تبعد عن الاصابه بالكورونا، حتى البيئه اهي بتساعدك في الوقايه من الاصابه بالكورونا. تمام حضرتك. بس يعني حتى الهواء الطلق فلازم يكون هواء نظيف. يعني لا، ده انتشار الكورونا داخل المدن اكتر من الريف دلوقتي. الله ينور. لان الريف الريف بيئه مفتوحه ونقيه بيتنفس بحرية، والمناطق الجبلية برضو خالية فعلا. والمناطق الجبلية خالية من كورونا لأنها مفتوحة. ما أنا بقول لحضرتك هي المشكلة في عدم إدراك الوعي والتوازن ما بين البيئة، ما بين الفرد والبيئة المحيطة به. وفي نفس الوقت بتوع الأرياف بدأوا يستغنوا عن الأرض، زي لحضرتك رحت غيط ولا حاجة مش هتلاقي فيه صريخ ابن يوم وقاعد هناك. صح فعلا.
عشان في حظر دكتور لحد الساعه 9 احمد دكتور خالد جزيل الشكر لحضراتكم على هذه المداخلات الجميله. شكرا للاستاذ الدكتور خالد الفقراني على هذه الكلمه الجميله, وشكرا للدكتوره فاطمه, شكرا للدكتوره رويده, شكرا للدكتوره مروه, دكتوره رندا الديب, ودكتوره هاله, دكتور ولاء عراقيب, وبالاطلاع النفسي وبالنيابه عن كل الحضور في هذا المؤتمر. ولمتابعينا الكرام نتقدم بجزيل الشكر للاستاذ الدكتور مجدي سابع رئيس الجامعه, والاستاذ الدكتور عماد عثمان, والاستاذ الدكتور كمال عكاشه, والاستاذ الدكتور الرفاعي مبارك القائمين على هذا المؤتمر الجميل. ونشوفكم ان شاء الله في مؤتمرات قادمه, والف الف شكر مره اخرى. شكرا جزيلا عبد الجواد, الله يبارك فيك. شكرا, نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله يا فندم, في رعايه الله يا فندم. مع السلامه. حضراتكم جميعا شكرا دكتوره فاطمه. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور احمد.